لحن قاطن خورش الكبير، الجزء الأول، دروس تعليمية في الألحان يقدمها كخدمة محبة للكنيسة المعلم جاد لويس، أستاذ التسبيحة والألحان بمعهد ديديموس ومرتل كنيسة الشهيدة القديسة دميانة بالهرم. أطال الله حياته ومتعه بالصحة والعافية وأدام عطاءه للكنيسة. لحن قطن خورس يقال بعد الإبراكسيس، ويقال عنه أنه هو اسمه لحن الحجاب قبل التمثيل على طول بتاعت القيامة، وبعديه قولي مناي على طول.
Ay, 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 ay
كمان كا في الاخر نازله خالص كا حاول كمان كا كام
كا آه 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 كمان مرة كا بتريحوش في آت بتريحوش فيها قوي آتا شوف آتا تاني من الأول كا آتا بشري مارك الصومي كا آ 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 أربعة دول بس تلاقوا هذه الأغنية فيها زمن كده مش لا في أيوة هضم على بعضها كا
تفضلوا. ماشي بعد كده شوفوا دي كام دي سبعة عالية يعني ايوه كده تاني تمام ايوه كده تمام نضم الاول كا وبعدين قلنا بعد طا بعد كا طا يعني في أربعة وبعديهم السبعة خلي بالنا شوف كا طا الأربعة وبعدين السبعة تفضل برضه في ناس بتنخفض فيها دي بعد كده زيها بس ايه ناقصه دي ستة بقى دي هناك كان في حركة كده لكن دي الخفض أيوة
قوانين السبعة. ستة. هقول واحد يسمع مني. محط خلص كده اول واحد، هي تقريبا 10 محطات يعني. حاولوا الواحد اول من كله من اوله. كا دي من قال الهوس دي
الحته دي من قال الهوس. اه صح ماشي. اللي بعديها في المحطه اللي بعده يعني النازله دي زي اللي بالبدايه في الاخر في الاول. شوف زي تمام. ثاني اسمع كمان وبعدين برضه في أرشيف ميغانو. يعني هي من روحها يعني مش عايز أقول كلها لكن واحدة منها. منها يعني تاني ما تعملوهاش زيها بس ايه عايز نروح عايز ايه اقرب لكم المفهوم قصدي يعني. بس ايوه من اولها بقى. مشيت ولا لسه؟
بتحبوا الهندسة المخفضة لكن العال في الآخر تحبوش ليه؟ أيوة كده نوم المحط لسه المحط مخلصش طبعا نوم أول شيء Ah.
أربعة دول. تاني هو وبعدين في الاخر يختلف هو لازم اخلصه برضه يتعاد تاني نفس الهزات احنا قلناها كلها عند الاخر يختلف ويختم بقى هنقول طبعا كله واقول العيادة كده نعيد ما نقولش بقى لا نقول هذا وقفه كده غزل محمد نركز على العيادة
قولها ثاني. ماشي نقول ماشي كا الثالث بقى في كتر الخرس Ah.
مره ثانيه. مش قلت لكم التحية على طول ما نوقفش كتير. اسمعوا تاني. جايه
هنقول من اول ما نضمها هاديين شوية والثلاثة اللي بعديهم عاليين واثنين واقفين شوية شوفوا
تفضلوا. من كلهم سهل التالي. كمان
ماشي كويس؟ نعم. الرابع زي الثاني، طبعا خدناها كده الثاني هو حوالي 10 بس سهلين يعني. الرابع هديكم فكره برضو بسيطه. في الرابع اللي احنا خدناها قبل كده. هنجيب الاول. كله
على الثاني بس يختلف في الآخر. لو عايزين تحفظوا صحيح مذاكرة. العادة بقى. مش هقول لا اقول فاكرين دي كده خلص الرابع. لا احنا خدناه قبل كده. انا هقوله كل واحد من العيادات. داخل حتة دي نحاول مع بعض. تختلف عندك. تاني هنقول التالت كمان لحن كويس نسيتوه. ده الثالث.
كمان. قلنا الثاني زي الرابع تماما. المحط اللي الخامس بقى. Hey.
اثنين واللي بعدين برضه اثنين بس هجين. كلهم برضه عباره عن اثنينات برضه بس يختلفوا تبع بعض. ده المحط الخامس زي ما قلنا. كمان مرة. الجديد بقى دي خطوها في المحطة الثالث برضو. Oh.
زي المرة الحلوة دي تاني ماشي دي اللي جاي برضو خطوها في الثالث اللي احنا قلنا رايحة جاية كده يبقى ثلاثة وثلاثة واثنين الاخرين دول ثلاثة ايوه كده اسمع من ذلك ثاني كمان اثنين ده ثلاثة برضو هادية نوم الأجزاء دول ثلاثين وثلاثين تاني ايوه كده حاول تاني
يعني بعد الرايحة جاية دي تلاتين واتنين وتلاتين، لو خدت بالكم بالعد يعني. طبعا العد هيخلي ناس كتيرة تحفظ. في الأول احنا قلنا أول جزء رايح جاي تلاتين واتنين تلاتين بس يا تاني يعني نروح من نروح على الأربان دي حسنا من نروح لحن يعني ايوه كده كده المحطة تعاد بس انا اقول بقى من اول ما خدنا خالص عشان ما انتوش يعني
مره كمان. مش هعيد بالظبط في الاول, ماقولش لا اقول شوف سبعة الخامس برضو في الاول هناك كان عاديين كده, لكن دول شوفوا الاثنينات دول تدعو الخصبة
تخش من دي. شوف. تاني. شوف تمام ثلاثة. شوف. زي خدمة الأولين. ماشي الخامس ده؟ هقول المحط كله بقى اللي هو الخامس ده.